سمعت من قبل عن إدمان بعض النساء الحوامل على تناول الأشياء الغريبة أثناء فترة الحمل، مثل التراب أو الطين وتلال الأظافر أو الطباشير؟ إنها حالة مرضية تعرف باسم اضطراب الأكل القهري أو البيكا. هذه الحالة تجبر المرأة الحامل في مرحلة الوحام على تناول هذه الأطعمة، ولكن هل تعود هذه الحالة إلى نقص الحديد بالجسم؟ في هذا التقرير سوف نتعرف على مرض البيكا، ما هو وأعراضه وعلاجه، وهل يعود لنقص الحديد أم لا؟ ذكر موقع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة أن مرض بيكا هو اضطراب الأكل القهري، حيث تتناول المرأة أثناء حملها وبفترة الوحام تحديداً مواد غير غذائية مثل الطين وطلاء الأظافر المتقشر، الغراء والطباشير والتراب وحتى رماد السجائر. وهذا يعتبر نوع من أنواع الاضطرابات الأكثر شيوعاً عند الأطفال، حيث يصيب 10% إلى 30% من الأطفال الصغار والذين تتراوح أعمارهم بين 1 و6 سنوات. كما يمكن أن يحدث أيضاً عند الأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات ذهنية مثل التوحد، بالإضافة إلى حالات نادرة لبعض النساء الحوامل، حيث يقمن بتناول التراب ومكعبات الثلج وغيرها من المواد الغير غذائية. إلا أن هذه الحالة وبحسب خبراء الطب ترتبط بنقص الحديد والزنك. تناول الأشياء الغريبة مراراً وتكراراً قد يعود لنقص الفيتامينات أو الحديد أو الزنك، لذا قد يطلب الطبيب أثناء التشخيص إجراء فحوصات مثل اختبارات الدم أو الأشعة السينية. هذه يمكن أن تبحث عن فقر الدم المحتمل والبحث عن السموم في الدم وانسداد في الأمعاء، كما وقد يطلب الطبيب فحص الدم للتحقق من مستويات الحديد والزنك، حيث يعتبر عدم تناول ما يكفي من هذه الفيتامينات محفزاً لتناول التراب والطباشير والطين في بعض الحالات، سيما وأن نقص الحديد ينتج عنه شهية للمعادن الموجودة في الأشياء الغريبة التي يتم تناولها. علاج البيكا يكون من خلال علاج الأعراض، حيث يتم معالجة الإمساك أو الإسهال أو القرحة أو تمزق الأمعاء أو العدوى أو أي مجموعة من الأمراض الأخرى. وإذا وجد الطبيب المختص عدم وجود ما يكفي من الحديد أو الزنك، فسوف يتعامل مع ذلك مع مكملات الفيتامينات والتوصيات الغذائية والتركيز الآخر للعلاج، فسوف يعالج السبب الكامن وراء تشخيص بيكا، وهذا ما يحتاج إلى علاج نفسي أيضاً وجلسات سلوكية.